الشفاء هو جاي معنا كل ساعه. هذه المبادرة ما جديداش على الجمعية ديالنا، كل سنة في الدخول المدرسي بدورنا احنا كمجتمع مدني كنبادروا باش نشجعوا وليدات السائقين المهنيين سائقي سيارة الأجرة باش هما يدخلوا في واحد الظروف جيدة ونخفوا العبء على السائقين الإخوان ديالنا باش تكون الدخول المدرسي سنة 2022-2023 موسم دراسي ناجح بامتياز. جمعية الكرامة منذ التأسيس ديالها كاينين جنود خفاء اللي كيساعدوا جمعية الكرامة وكيساعدوا السائق المهني في جميع الأعياد الوطنية والأعياد الدينية، والحمد لله حنايا كاينة ثقة كبيرة كيتيقوا فينا الناس اللي كيتساعدوا مع هذه الفئة المهمة من المجتمع. هذا من قدماء السائقين سيارة الأجرة الصغيرة احنا انخرطنا معهم من الاولين ديال هذه الجمعيه هذه، والحمد لله مشات بواحد الطريقه محترمه وديما تنتعاونوا معنا وتعاونونا في الادوات وفي جميع المناسبات الدينيه والوطنيه، والحمد لله والدخول المدرسي. وتنحييو الشي الرئيس ديالنا شعبان مصطفى والاخوان ديالنا اوباما ومروان وجميع الاخوان ديال جمعيات السائق المهني ديال الكرامة. هذه مبادرة ثانية اللي خذتها جمعية الكرامة للسائق المهني ديال هاد التوزيع ديال هاد الأدوات المدرسية لوليدات السائق المهنيين وبعض الأرامل ديال السائق المهنيين. كما كتعرفوا كورونا يعني فقدنا فيها عدد سائق مهم، عدد السائقين اللي الحمد لله خلاو لينا وليداتهم، يعني احنا كجمعية كنتعاونوا معهم في يعني في المناسبات الدينية، في المناسبات ديال الدخول المدرسي، في أي مناسبة يعني دائما كنحطهم في القائمة في اللائحة، يعني كنسجلوهم لأن هذوك سائقين ما نقدروش نتخلوا عليهم. وحنا كجمعية وكمكتب المسير الجمعية الحمد لله جمعية الكرامة كما كتشاهدوها ومتابعتوها عبر الوسائل ديال الفيسبوك ولا يعني الكونت ديال الفيسبوك، الاخوان راه كيتابعوها وكتشاهدوا كاع جميع التظاهرات اللي كدير. وحنا مقبولين ان شاء الله في هاد من بعد هذا التوزيع هذا مقبولين على اننا غندير واحد الحمله ديال التبرع بالدم ان شاء الله اللي غادي يشاركوا فيها عدد مهم ديال السائقين المهنيين. ونتمنى ان هذه الفكره تكون معممه على الصعيد الوطني، لان كما كتعرفوا كاين خصص في الدم باش ننقذوا الاخوان ديالنا اللي حاليا على المستشفى، وكتشوفوا الاخوان مرض في المستشفى المساكن الله يشافيهم ويشافي جميع المسلمين. وحنا كجمعيه راه حنا ان شاء الله يعني غادي نوديو هذا الطلب ديال التبرع بالدم ان شاء الله، ونتمنى عدد مهم ديال الاخوان يشاركوا في هذه المناسبه.